هنا تحاول أن تنتزع تواقة المركز الأول في هذا الشوط. المركز الثالث أجد هنا براقة لسيد ناصر بن سالم بن ناصر بن لنقح المري. وفي المركز الرابع نتابع هملولة لسيد عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. وفي المركز الخامس هنا براقة لسيد علي بن حمد بن مقارح المري. هذه هي النتيجة مشاهدين الكرام للنداء وللمراكز الخمسة الأولى بقيادة شعار عبد الله بن علي العطية على ظهر الشاهينية. إذا الشاهينية تتقدم الجموع وتنطلق الشاهينية في المركز الأول للسيد عبد الله بن علي العطية. هذا الشعار المميز، هذا الشعار الذي صال وجال في مختلف الميادين، ها هو الآن يتواجد على سدة رئاسة هذا الشوط. إذا هي من تتحكم بمسار هذا التحدي، هذه الشاهينية للسيد عبد الله بن علي العطية. بينما تواقة تحتل المركز الثاني تتوق إلى مكان الرفعة والسمو. تواقة تحتل المركز الثاني للسيد غانم بن منصور آل سيف الخيارين. وفي المركز الثالث هنا عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني يتواجد مع هملولة في المركز الثالث. بينما المركز الرابع براقة لسيد علي بن حمد بن مقارح المري. وفي المركز الخامس مشاهدين الكرام أشاهد هنا براقة أيضا للسيد ناصر بن سالم بن ناصر بن لنقح المري. هذه هي الأسماء للخمسة المراكز الأولى المتقدمة. والآن جاءت عملية التغيير وجاء التحدي وجاءت المنافسة وانطلقت هنا تواقة. تواقة إذا في المركز الأول للسيد غانم بن منصور آل سيف الخيارين. غيرت تواقة، الله 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 الله. شوط الختام لمن شوط الختام؟ دعونا نتابع هذه المنافسة ونتعرف على من سيحتل المركز الأول. الله يا مضمرين ويا ملاك ويا متابعين، لمن الفوز؟ لمن المركز الأول؟ تواق الآن في الصدارة للسيد غانم بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الثاني هملولة لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. وفي المركز الثالث الشاهينية لعبد الله بن علي العطية. والمركز الرابع براقة تتقدم إلى ثالث المراكز للسيد علي بن حمد بن مقارح المري. وخامسا أجد أيضا براقة للسيد ناصر بن سالم بن ناصر بن لنقح المري. هذا هو نداؤنا الأخير والكيلومتر الأخير. يا سلام يا سلام، النداء الأخير في الكيلومتر الأخير لكل المهتمين بالمركز الأول. خلاص خلاص، وصلنا وشرفنا على النهاية بقيادة تواقة غانم بن منصور آل سيف الخيارين. إذا يتسيد الموقف من خلال انطلاقة تواقة. المركز الثاني هنا هملولة للسيد عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. ووصلت الشحانية وانطلقت الشحانية في المركز الثاني للسيد فهد بن سيف البوسعيد الخيارين. يا سلام يا سلام، إذا المنافسة ما بين تواقة والشحانية، ولكن يبدو بأن تواقة أعلنت الإعلان الهام بأنها صاحبة المركز الأول، بأنها صاحبة الناموس. ما شاء الله تبارك الله، انطلقت تواقة إذا للسيد غانم بن منصور آل سيف الخيارين. تزيد من سرعتها وتزيد من تألقها لتعلن عن فوزها بالمركز الأول من هذا الموقع ومن هذه اللحظة. أزف الثانية إلى غانم بن منصور آل سيف الخيارين. وسلام سلام 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 عليكم يا أهل العوينة للمرة الثانية على التوالي بعد فوز راهية بالمركز الأول. تنتزع تواقة المركز الأول في شوط الختام. تهانينا أيضا لغانم بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الثاني هملولة لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. المركز الثالث الشحانية للسيد فهد بن سيف البوسعيد الخيارين. المركز الرابع جاء فيه الشعار سليمان بن رويشد الجهني. مع المركز الرابع مع عبرية. والمركز الخامس كان من نصيب الشاهينية للسيد راشد بن طالب بن شريم المري. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا هي اللحظات المعادة لحظة وصول تواقة إلى المركز الأول. قطعت المسافة في 6 دقائق 27 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لغانم بن منصور آل سيف الخيارين. بينما المركز الثاني